مرحبا بكم. الخرجات الإعلامية ديال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ديما تتحمل أو تتحمل الكثير من الجدل ومن السخرية ومن التهكم. ما كتليقش برئيس دولة كتعتبر نفسها قوة ضاربة في المنطقة فاش تيتكلم هذا الرئيس هذا باللغة ديال الحجر وديال التشيار. نسمعوا ليه. هذا هو جيني بالكلام الحلو، معليش كلامك راه يديروا على جهه بصح راني شاد حجره في يدي تخرج على الصف نعطيك. ربما تيقصد القوه الضاربه اللي كتضرب الحجر كما كنعتقد. والخطاب اللي لقاه بمناسبه عيد العمال العالمي نهار الخميس اللي فات على القنوات ديال التلفزيون تحدث فيه على الانجازات نتاعو امام جمع من المسؤولين المدنيين والعسكريين، تحولات المسخره على مواقع التواصل الاجتماعي. بقدرة قادر تحول رئيس جزائري النقبي كيدافع على الطبقة العاملة وخرج على غير عدد جميع الرؤساء والأمراء والملوك ديال العالم في خطاب متلفز ما عنده قيمة غير أنه محاولة التلميع ديال الصورة ديالو، تمهيد العودة ثانية للرئاسة. في الخطاب اللي يمكن نقوله أنه دعاية انتخابية باش يبقى في الرئاسة، هجم عبد المجيد تبون على الحقبة ديال الرئيس بوتفليقة ووصفها بوصف جديد في تاريخ البلاد الحديث، سماها العشرية المافياوية. نشوفوا شنو كيقول. انحراف غير مسبوق شهدته عشرية مافيا أو العصابة، ثم التخلي فيها عن كلية من الطبقة العاملة والطبقة الوسطى الهشة نتيجة لاتباع سياسة رأسمالية متوحشة ازداد فيها الغني غنى والفقير فقرا. خطة مدروسة، إسقاط يعني المعنويات الجزائريين إلى أدنى حد حتى يتقبلوا قرارات خطيرة لتسليم البلاد إلى غير أهلها. صايقين كي 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 الخروف تاع العيد، دينا لا فامي، دينا لا بنك مونديال. بحال الا زعما هو كان خارج هذه المنظومه هذه وخارج على داك الحقبه المافياويه، فاش بالرغم من انه واحد منهم ووجه من الوجوه ديالهم اللي خدم في عده مناصب منها مناصب وزاريه ورئيس حكومه ايضا، وبلا ما يرمش باش يجمد راسه حمل الرئيس الجزائري الرموز ديال داك الحقبه هذيك ديال بوتفليقه المسؤوليه ديال الفساد المالي والفساد السياسي والتبديد ديال المال العام والارساء ما سماه بالعشريه المافياويه. تبون راه كان شاهد على الخساره ديال البلاد ديال 1500 مليار دولار على مدار 20 عام، فين مشات؟ لانها ما بينش الاثر ديالها لا على البنيه التحتيه ولا على المجتمع الجزائري. اعتبروا الخطاب ديالو اغرب من الخيال. تبون اللي كان كيتحدث على الانجازات ديالو امام مسؤولين مدنيين وعسكريين قال باللي انتم شهود انه لاول مره في التاريخ ديال الجزائر المستقله ما كايناش وعود انتخابيه ولكن كاين التزامات مكتوبه على ما كيقول، وكل ما قام به سبق وانه التزم به كتابيا. ما عرفناش شنو باش التزم. الرساله اللي بغى يرسل تبون لمن بغى يصيفطها؟ وفاش قال انه بالتوفيق من الله والمساعده ديال الوطني الاحرار وصلنا للنتيجه على غرار عصرنه الجيش الوطني الشعبي اللي كيخافوا منه من بعيد، مع ان الخبراء ديال الميدان كياكدوا ان التسليح ديال الجيش الجزائري محدود من حيث الترسانه العسكريه، تطور ديال القدرات الدفاعيه نتاعو الهجوميه ايضا، مع غياب تنويع المصادر ديال السلاح وما كاين حتى شي شكل من اشكال ديال التصنيع او التطوير المحلي، وكيعتمد على اسلحه كترجع للفتره ديال الاتحاد السوفيتي، فمازال كيعتمد بشكل كبير على الدبابات كترجع للاربعينيات والخمسينيات وحتى السبعينيات من القرن الماضي، مشى عليها الحال. والطائرات ديال الميغ الروسيه خاصها بزاف ديال التطوير في الخصائص التقنيه ديالها باش توصل للمستوى ديال الطائرات الاف 16 المغربيه والرافال الفرنسيه. إذن شكون باغي يخوف بهذه الترسانه الكلاسيكيه الهشه؟ هذا الشيء تيأكد على الحاله ديال العزله والوضع المتوتر ديال النظام الجزائري مع جيران ديالو،
وكاين مثلا النيجير ومالي وبوركينا فاسو وبلا ما نهضروا على العلاقات السيئه ديالو مع المغرب. فاش نسمعوه تيقول انه كاين ركائز ديال الاستقلال هو الجيش القوي والاقتصاد القوي، ما عرفناش اين هذا الاقتصاد القوي علاش كيتحدث. اذا بغينا نبنيو اقتصاد يكون بعيد عن اقتصاد الريع، هذا يعني ان السيد مغيب على الواقع، تيبغي يخبي الوضع ديال الحقيقي ديال البلاد ديالو اللي كيعرفوه الناس ديال البلاد ديالو. نحن نعرف الاقتصاد الجزائري في المرحله الحاليه وكل المراحل السابقه ايضا منذ الاستقلال الى اليوم بالفوضويه والارتجاليه والظرفيه في السياسه، وهذا طبعا يجعل من المؤشرات كلها تنبئ بان تدهور الوضع الاقتصادي الجزائري في على مستوى الانعكاسات الاجتماعيه وغيرها صراحه كارثيه وخطيره جدا. بخطابات البهتان التي تحججت وادعت عجز الخزينة العمومية عن صب الرواتب وباحتياط صرف متآكل وصل إلى أدنى مستويات وفساد عام نخر كل القطاعات في انحراف غير مسبوق. الخطاب ديالو لا يعتد به لأنه خطاب غريب وخيالي وفضائي في نفس الوقت. تصريحات ديال تبون ما عندها علاقه بخطاب سياسي كيليق بخطابات الرؤساء اللي فيها شيء من الذكاء ومن الرزانه ومن الاتزان، شيء ماشي المره الاولى اللي كيخرج فيها تبون على السطر ديال الاتزان، ولكن راه هذا الشيء تيتكرر كل مره، بحال الارقام الاقتصاديه الخياليه اللي قالها في واحد الخطاب سابق كيعبر على الضعف ديالو، ولكن العبارات اللي كيستعمل فيها تبون ما عندها علاقة بالخطاب ديال رئيس كينتظروا الناس منه باش يعرفوا شنو ناوية الحكومة ديالو فيما يخص الاقتصاد والسياحة والتشغيل وغيرها، وتيعبر على القيمة الحقيقية ديال الإجراءات والقرارات اللي كيعلن عليها اللي ما عندها حتى شي قيمة. كاين اللي كانت كيتسنى تبون باش يخرج في شي خطاب أو تصريح باش غير يضحك على المفردات اللي غير مسبوقه في التاريخ ديال الخطابات والتواصل ديال السياسيين باش يضحك ويتفاجأ. فراه في شي وقت ما بغاش ينطق كلمه المغرب وقال بالدوله اللي هك، يعني النكته والالفاظ العاميه اللي كيكررها هذا الرئيس هذا ما عندها علاقه بالخطابات الرصينه وتعكس مستوى الطبقه الحاكمه والبعد ديالها على المشاغل وعلى الهموم ديال الجزائريين اللي كينتظروا اجابات تنمويه اقتصادية على المشاكل ديالهم. وهذا الشيء راه خطير لأن المسألة مرتبطة بعقلية ما عندها علاقة بالدبلوماسية، ما عندها علاقة بالسياسة، ما عندها علاقة باللعب الاحترافي، ولكن ناس هواة في السياسة وعندهم لغة ديال ضرب الحجر هي السائدة. إلى اللقاء.